كل واحد هيختار رقم فانيلا، كل رقم بحكم. انما في ميزه في اللعبه دي ان انت ممكن تعمل تريدنج او تبدل الفانيلات. يعني لو طلع الحكم بالنسبه لك صعب ومستحيل تعمله، هتبدله مع حد تاني بس على اساس انه حكم، الحكم اللي هيجيله انت اللي هتنفذه. مفهوم الموضوع؟ يعني مين اللي هيبتدي؟ ده انت مقدم قوي. خلاص المنتج هيبتدي. سبعة. يا سلام. بص للكاميرا اللي هناك دي استاذ طارق جنايني، وتنمر على نفسك. ايه ده، انا متنمر اصلا على نفسك؟ على نفسي. بس انا بحب نفسي. هو لحظه بينفذ حكم. بص الكاميرا، تنمر على نفسك واجلد ذاتك قدام الناس. ماشي، عامل لنا فيها بس نجم انت وعالم الدنيا وعامل وبتاع والكلام ده. يا عم انت بتاكل عيش جايب عيال صغيره تعمل فيهم فيلم وكابتن ماجد بيتفلسف سبته ازاي انه يعمل كده وفي الاخر تقول لي ايش يا عم؟ ده تنمر عظيم. طيب مين هيختار؟ واحد. الحكم انك تالف اغنيه راب عن يومك النهارده. لا اتنين او تلاته. لا مش اتنين. هبدل مع حد اصلا. طب شو بقى اختار؟ هبدلها مع كزبره. ماشي عادي. راب عن اليوم النهارده. من الصبح. النهارده يوم مش عادي، احلى يوم في حياتي عشان فضايا اخواتي، هنبدا الليله دي، النهارده عيد ميلادي. اوبا. تمام. اختار بقى رقم عشان نور هو اللي ينفذه. خمسة. يا نور الحكم بيقول اكذب كذبة على نفسك وبعها لنا. يعني هتقول لنا حاجة مش حقيقتك خالص، حاجة عكسك خالص، بس لازم تقنعنا انه الكلام ده مظبوط. يعني انا الحقيقة بحب قوي اصحى كل يوم الساعة 4 الصبح، يعني بعشق الموضوع ده. اتمرن الساعة 6 ميدو، 6 الصبح اتمرن، وبعدين انزل في انت بتحبه التلج اسمه ايه؟ الايس باث. واخلص الايس باث اقعد 4 ساعات على المكتب. اشتغل، اخد ساعتين ابقى بسمع عبد الحليم حافظ وانا بطبخ. ايوه، لان لازم يبقى في فن وانا وانا بطبخ، ولازم اطبخ يبقى في الوان كتير. اخلص ارجع اشتغل 4 ساعات تاني على المكتب. 4 ساعات نون ستوب. ما بتنامش الليل؟ لا، وبعدين انزل اتمرن تاني مرتين في اليوم. وبعدين بنام الساعه 8 بالليل وارجع تاني اصحى 4 الصبح. بس بتنام طبعا بعد ما تصلي العشاء. ده يعني ده اللي بعد ده ما حاضر في الجامع. يعني ما هو المثاليه دي مش هتكمل. المثاليه دي كنت بعملها في امريكا، بس انا دلوقتي بقول ان انا بعملها. ماشي تمام، عديت بالحكم. ميدو ايوه اختار فانيلا. 6. ايه ده، فكرتك تاخد 9. لا 6 متعب. ده الطف وابشع حكم. ايه بقى الطف وابشع حكم؟ يعني مش عادي اي حاجه هتبلها. البس طاقيه بابا نويل وحقق امنيه لواحد من اللي قاعدين دلوقتي. يعني كلهم يقول لك امنيه ينفع تتحقق دلوقتي وانت تختار، بس تحققها حالا. والله العظيم عايزين ايه الامنيه اللي عايزين ميدو يعملها؟ يغني بقى، ما هو بالبتاع. هو موهوب، هو متعدد المواهب. نغني حاجه كريسمس. ماشي. ده انت بابا نويل جدا. معايا طارق. Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away. This year to save you from this I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart and the very next day you gave it away. This year to save you from this I'll give it to someone special. يعني ميدو بابا نويل بجد. انا اسف على صوتي. لا ده النهايه. نور 9. ايه ده، كان حد عايز يختار؟ ده حكم سهل قوي، محتاج بس شويه شجاعه صغنطوطه جدا. انما لايق مع، والله كنت خايفه عليك يا نور. في انا كنت خايفه والله. لا الحكم بيقول قولي لنا مين اكتر واحد كان بيتاخر في التصوير. ده سؤال صعب. ده
بتهيألي انا بتهيألي انا كنت اكتر حد. لا حد غيرك. لا 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 انا بهزر. مش اياد الصراحه. طب هقول حاجه، انا مش عارفه فعليا مين كان بيتاخر، بس ممكن اتوقع. اتوقع. لان انا ما اعرفش فعليا مين كان بيتاخر اكتر حد. اتوقع نور. الله 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 خلصي. ده ايه ده؟ ده عشان يصحى 4 الصبح. ايوه يا صاحبي، بما انه عاش في الليله قوي واصحى 4 الصبح وبتاع، اكيد هو كان بيتاخر. المخرج ده كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما حدش كان متاخر الصراحه. ما حدش كان متاخر. ماشي. لا ما اقدرش. حتى في التمرينات في غرامه اصلها اللي بيتاخر. ايوه صح. عندنا صندوق كده، في صندوق غرامه ايه؟ استاذ شلش كلام غرامه. لا يا اخي لا، بس كنت ما حدش كان في صندوق غرامات. حد دفع حاجه؟ لا، عشان احنا مش حد فينا اتاخر. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ اقلع على كده وريني. اقلع يا ساتر يا رب. غطي غطي، بلاش فضايح، غطي. انا راشق يا زميلي، بس الفن هو ايه يا عمر؟ الفن هو التأثير في وجدان المشاهد من غير ما تلمسه فيزيكال. هيجيلكم فتاك. الفن هو التأثير في وجدان المشاهد. الفن الحقيقي بيعيش يا حبيبي طبعا. لازم ناخد بالنا. لا تاني يا جماعة، نص نص. انت بتغطي على كاسيميرو. لا يعني مش عايزني اتنجم، قول لي. لا انا اللي مش عايزك. ايوه مش عايزك انت كمان. اديني فرصة. انت مع كل ايه؟ مش فاهم في ايه؟ ايه 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 وانا عملت ايه؟ بعد اذنك ما تنزلش المرش. خد لك يا مرش. مرش عارف انت لو في الحياة بتكلمني كده ده كانت تتلسع برا. الفلوس دي اخر حاجة تفكر فيها. يا عم ليه؟ هطلع بره فين؟ انا مش فاهم. تعبان. افرص شد عن امشي. هننزل نمشي كورة على الأقل. من امتى واحنا بنخاف يا حريف؟ لسه ما خلصتش. احنا جامدين قوي بيه حريف. عبد الرحمن ماشي. أربعة. أربعة. هاني رمزي. طب ده لطيف جدا. بص الحكم ان انت لكل اللي قاعدين هنا هتألف او هتديله نيك نيم، لقب يتناسب بقى مع شخصيته، يتناسب مع مشاعرك بعد التنمر اللي هم عملوه، اي يتناسب مع حياته. يعني سهله. لا خالص، بس قشطه. ماشي. كابتن ميدو العالمي كده كده. ايه كابتن ميدو العالمي؟ العالمي. ماشي. انا مبسوط منك. بص اول حاجه، ولا انت خايف منه؟ لا لا لا. هقول لك ليه. هقول لك ليه. لانه عايزني انا اروح بعدي في البودكاست بتاعه فبيسبب. لا لا والله خالص، ده حاجه ثانيه. بينيمني يعني. قريبا احمد حسام ميدو مع عبد الرحمن محمد. يعني خلاص اشتريت. برافو. اشتريت. جميله قوي، لان هو البودكاست اسمه اشتري مني، فدي حاجه. ايوه صح. ها جنايني. بص بقى ولا تخاف. لحظه واحده. لا تخاف ولا تتردد. لا لا خالص خالص. ولا ترتعد. لكن احذروا. ولا ولا تهتز. ولكن احذروا. ولا اي حاجه. مش المنتج وليك عنده فلوس. اوعى تخاف. انت في حمايه. اديله لقب. ماشي. ممكن نقول ايه مثلا؟ طارق خايف. الهادئ. راجل كده. والله والله انا هادئ. هو الراجل. انت بتاكل عيش يا عم. لا لا والله مش والله العظيم انت بتاكل عيش. طونطج يا عبد الرحمن. والله حتى لو باكل يعني نشيل بعض رقم واحد. لا ما انا هقول لك. ممكن المسايتر. ممكن المسايتر. اياد صالح. كزبره مسمي اياد صالح استاذ اياد الالم الجارح. الالم الجارح. ايوه برضه روح لكزبره على فكره. والله كنت هتسمعي احلى حاجات. طب اديهم اسماء. يا ريت. ممكن استاذ طايق اسميه الزعامه. حبيبي يا عسل. ماشي. انا اللي باكل عيش. لا ما
بس هي طالعه من عنده كده بسيطره فاهم قصدي اه سمسم كده انت اصلك انكمشت في نفسك وكده فما كانش الدليفري بس ملحوظه برده مهمه يا عبد الرحمن صح الدليفري بيفرق صح صح بتفرق استاذ رؤوف اسميه السفاح السفاح سفاح المخرجين ماشي سفاح سفاح المخرجين احمد غزي مديتيشن احمد مديتيشن نور النبوي ممكن اسميه كريستيانو رونالدو مثلا رونالدو نور فله نور فله صح صح فله علاء ولي الدين القادم حلو حلو مظبوط ميدو بقى وبرده لا تخاف حبيبي مظبوط النمر الاسود النمر الاسود احمد مفيش افسير ثلاثه ثلاثه بيقول لك بقى ايه قول سر او حاجه حد قالها لك في الخباثه وما تعرفتش تقوم قايلها دلوقتي من اللي قاعدين كتير بس ما تقولش هو مين بس ما تقولش هو مين هتقول بس كده وهو هو الوحيد اللي يبقى عارف نفسه في حد من صحابنا في الفيلم في الفيلم كان ناوي يكسر عربيه بسبوسه عربيه بسبوسه ده شخص ولا عربيه لا عربيه بسبوسه لا عربيه بسبوسه عربيه بسبوسه كان في واحد واقف قدامها ليه عايز يكسرها ليه اعتقد كان ما اعرفش بقى مندمج زياده عن اللزوم مع الشخصيه مش انت مش هو ما قالش اسمك بجد والله يا جماعه انا لقيت البطوله دي اونلاين البطوله دي فيها الحل لكل مشاكلنا كلنا نروح وكلنا نرجع وبعدين البطوله دي حته اللي هيكسبها هياخد 1,000,000 جنيه وعرف الجمهة أنت يا ديني 1,000,000 جنيه احنا لازم نسرقه في رجلي صندل بس وصلت بدري نيتي خالصة ايه ايه واو خواتني فضة بتساعدني اني انا ولو قبضة ايه ايه واو الشاب فترة بين انه بيحبك اني صفقة ايه ايه واو انا اسكندراني برازيلي واسمر برقصة صامبا ايه ايه واو برقصة صامبا برازيلي واسمر برقصة صامبا 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 احنا فاضل لنا مين انت كمان اه خش انت الاول يلا اتفضل وباقي ايه الرقمين اللي باقيين فاضل 8 وفاضل 2 2 ايه رايك اخد 8 كنت بلبس 8 ولا اخد 2 طيب 2 كانت غني اغنيه تيجي على بالك بس هو مين 2 انت صح اه بس على فكره انت هتغنيها وهتنزلها على السوشيال ميديا بتاعتك رؤوف يلا هبدل مع رؤوف على فكره اما انت كده هتنزل في البرنامج بس إيه؟ انت هتنزلها على السوشيال ميديا بتاعتك عشان تبقى يعني انا ما عنديش فولورز كتير مش هتبقى مش حاجه حاجه ذات اتفضل حضرتك رؤوف لازم رؤوف وانا اللي اختار الاغنيه ارجوك تا 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 ايه اتفضل من غير ما ترد وياك زياد تتجنن وطول الداخل قلبي مفقود سلم لنا بقى عالطرمان با 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 المعلق الفنان رقم 8 قلد لنا اي حد من اللي اشتغلوا في فيلم الحريف انا رؤوف انا مشكلتي مع رؤوف طول الوقت احنا بنضطر نقعد مع بعض كتير ورؤوف ما بيقعدش عندي ADHD فاللي هو فجاه تبتدي تقول له يا رؤوف هو هيعمل يقول لك لا 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 هو هيعمل عشان احنا هنروح عشان وبعدين يقوم يجري هناك كده يقف في حته بعيد طب ما انا كده اقتنعت عشان انت تتحرك اقتنعت كلام مظبوط يعني دي دعايه جيده جدا لمخرجنا رؤوف او الافلام ودعايه محترمه جدا اشكرك على الخدمه اللي ماشي ماشي اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه